لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد. رئيس الجمهورية في رأيكم ليكن في علمكم إدراج هذه المادة تبع التمازيغ في الدستور هو بإعازم جهات الخارجية، ولا يمكن للرئيس لو كان يجي من يكون لا يمكنها أن يتجرأ أن يشطب هذه المادة. أنا أقولها لكم لا يمكنه أبدا، لا يمكنه أن يتجرأ ويجهر أو ينحي هذه المادة. اعتبارات كبيرة واعتبارات أكثرها تتعلق بالأمن القومي، لأن هناك مشروع هو صناعة هذه الأقليات والتدخل في شؤون الدول عبر ما يسمى حماية الأقليات. في الجزائر نشوفه في منطقة القبائل يجري عملية التنصير على قدم وساق، حتى يقولوا ليست أقلية فقط عرقية تتعلق بالقبائل اللي لغتهم أخرى ولسانهم آخر، بل أنه راح يتجهوا حتى من أجل أن يقولوا هذه المنطقة أصبحت دينها خاطئ، رغم أنها منطقة ثورية ومنطقة محافظة ومجتمع فيه المسلم كعموم الجزائر، ولكن التركيز عليها لديه تأثيره السلبي بلا أدنى. لذلك أن الرئيس لا يمكن أن يقولها لكم، لا يمكن أي رئيس حتى لو يكون ما يكون أن يتجرأ على هذه المادة ويمسها إلا بطريقة واحدة. ما هي هذه الطريقة؟ ما هي هذه الطريقة؟ الطريقة هذه تتمثل أساسا عن طريق الاقتراع الشعبي. لذلك رئيس الجمهورية أو رئيس حكومته ولا وزراء لا يمكن أن يتجرأ ويقول لكم أيها الجزائريون روحوا وانتخبوا بلاد، أسقطوا هذا الدستور. لن يقولوا لك، بل أنهم سيدافعون على هذا الدستور. لاحظوا فقط بعض الحيثيات، كأنه رئيس الجمهورية، أنا تحليل وليست معلومة باش نكونوا صراحة، كأنه رئيس الجمهورية يقول لكم يا الجزائري لا تنتخب، لم يحل البرلمان ومرر الدستور على هذا البرلمان، وفي الوقت اللي كان طليبة يحكي على الرشوة على هذا البرلمان هو مرر الدستور هذا في البرلمان. وضعه لكم يوم أول نوفمبر، قال لكم أيها الجزائريون هذا اليوم راه يوم تاريخي، يوم أول نوفمبر، تذكروا بيان أول نوفمبر. ماذا قال لكم بيان أول نوفمبر؟ الرئيس على حسب ما أراه لا يتحدث بلساني مقاله، بل يتحدث بلسان حالي، يحدثكم ببعض الأفعال بحيثيات واضحة، كأنه يقول لكم قولوا لا على هذا الدستور. وحتى قول لا لن يؤثر على شيء ابدا، لن يضر بالمسار. اللي قال لكم راح يؤثر على الرئيس راه يكذب عليه، في اكثر الاحوال تستقيل الحكومه ويعين الرئيس حكومه وحده فيهم بعد. يعني اذا كان حتى في الدستور الجزائري ماذا يقول؟ يقول في حاله ان الشعب هذا المقترح لا فيه اقاله الرئيس، لا فيه استقالته، لا فيه استقاله الحكومه ولا اي شيء، يقدم هذا الدستور، رفض الشعب خلاص يذهب يلغى، وبعد ذلك يمكنه الرئيس أن يحل البرلمان. بل أنه في هذه الحالة أجزم لكم إذا قال الجزائريون لا للبرلمان، لا للدستور، ماذا سيحدث؟ سيلغى هذا الدستور، رئيس الجمهورية سيحل البرلمان بغرفتين، سيدعو إلى انتخابات تشريعية، يجي برلمان واحد آخر، البرلمان القادم هو الذي سيقوم بإعادة كتابة الدستور الجديد. ويبقى أنا مخيرين، إما أنه يخلي البرلمان هو الذي يناقش هذا الدستور الجديد ويديره، أو أنه ينزله إلى الشعب. ولكن هذه المرة دائما نطالب أن إدراج أي شيء يتعلق بالهوية يجب أن يكون ضمن إطار استفتاء وحده. أنت حاب تدخل لي ما تسميها التمازيغ، دخلها كلغة رسمية، هي أصلا ما زالت ما ولدتش لغة، لنفرض جدلا أنها لغة، ما زالت على المستوى النظري هي لغة، على المستوى التطبيقي ما زالت ما ولدتش لغة، إذن كيفاش تجي ديرها لغة رسمية وهي ما زالت على المستوى النظري؟ هذا إذا سلمنا جدلا أنها لغة على المستوى النظري، ولكن على المستوى هي حقيقة لا تحمل مقومات لغة، لا هي موجودة في بعض الأماكن في الجزائر، لا توجد دول تتحدث فيها، لا توجد جامعات تدرس فيها، رئيس الدولة أولى لا يمكنه أن يستعملها في شيء. أنت جاي دولة تبحث على مكان في الفضاء العالمي، تتنافس مع الأمم الأخرى، تذهب وتفعل ما تريد،
من أجل فرض وجودها، جي أنت تريد أنه لنفرض أنه هذه كانت لغة في القرون الوسطى، إذا جي أنت تفرضها ترجع الجزائر إلى القرون الوسطى، تبدأ من الصفر، خليها هوية ثقافية، عنصر من عناصر الهوية الثقافية، تحاول الدولة الجزائرية هي تساعد هذه الهوية الثقافية كي تنتشر. هذه الهوية الثقافية موجودة في عدة دول، ليست في الجزائر فقط، موجودة في المغرب، موجودة في تونس، موجودة في حتى في مصر، في ليبيا، في عدة دول موجودة هذه الثقافة موجودة. إذن ما دامت هذه الثقافة موجودة، إذن تعمل كل هذه الدول من أجل ترقية هذه الثقافة. اليوم اللي توصل وتصبح لغة وتتكلم بها أجيال وتوصل لغة، مش مشكلة في ذلك الوقت، احنا أكيد ما راح نحضروا. إذن المشكلة هنا أنك تدرس شيء ما لا يمكن. لذلك أنتم أيها الجزائريون أمامكم خيارين، إما أنك تذهب إلى صناديق الاقتراع تقول نعم أو لا. إذا قلت نعم فأنت هنا وضعت دستور بوتفليقة، وأجزم لك هذا الدستور الذي أنشأه العرابة، العرابة كان من قبل تم الحديث معه في عهد السعيد بوتفليقة وفي عهد أويحيى وفي عهد عصابة بوتفليقة، تكلموا معاه على أساس يحضر لهم دستور، وتشير بعض المعلومات أن هذا الدستور شرع فيه من قبل، وعندما استدعاه الرئيس قال له أوكي جبد واش كان حضره من قبل، ولكن دخلوا لها فقط قضية دسترة الحراك الشعبي وبعض الأمور الخفيفة، شوية بهارات فقط حتى يظهر كأنه دستور. إذن أنتم عندما تقول نعم فأنت الآن أرسيت دستور يشكل خطر على مستقبل الدولة الجزائرية ومستقبل أمنها واستقرارها. ازدواجية اللغة بهذه الطريقة غدوة راح يدخل لك في أشياء أخرى، غدوة راح يدخل لك هذه الجماعة، لأنهم الناس هذا من اللي يريدوا هذا الشيء، إنهم يا جماعة يريدون فرض شيء من أجل أهداف أخرى ليست تتعلق، هما أصلاً أولادهم ما يربوهمش على هذه اللغة حقيقة، هذا هو واقعهم، هذا هو واقعهم. أنت أحب تدرس هذه اللغة تدرسها في مدرستك في منطقتك، روح أخويا درس وابحث لي على جامعات في العالم ولدك يوصل بها، راهي فقط متخذة كنوع من العناد لأسباب أخرى، وعفوا ومن طرف ناس تعرف هويتهم أكثرهم انفصاليين يريدون فقط الإضرار بالوحدة الترابية للبلاد. وهذا الكلام زيد نأكد أنه ليس عنصرية، نحترم هذه اللهجات، نحترم هذه الثقافات القبيلية الشوية الترقية، وأنا شاوي أي ما تزايد علي، أنت واحد يزايد علي وكذا وكذا وكذا، ما تزايد علي، أنا شاوي مفهومك التمازيغ أنا منها، ولكن أنا أتكلم بمنطق وعقل، مصلحة الدولة فوق. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.